محمد رشيد لاعب مستقر الكرة الشعبية، لكن نشوف اليوم أول مباراة لنا في الكرة الشعبية. الحمد لله انتصرنا، وهذا هو المهم، والمهم الانتصار في المنافسة. النتيجة واخا كانت صغيرة ما نقصوش من الخصم، على أنه أول مرة يشارك في التظاهرة. الحمد لله احنا حازمين على أنه آخر مرة حتى أنا ما قصدت. إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله نحلموا على اللي مشينا نقولوا علاش اللقب. الحمد لله الظروف كاملة موازية باش نحقق إن شاء الله اللقب. نتمنى إن شاء الله نمشي مقابلة، يعني مقابلة بعد مقابلة إن شاء الله حتى نحققوا المراكز.